ويسعد أوقاتكم جميعاً. كنا عملنا فيديو وشفنا كيف إنه جمعنا أوركيدتين بسلة، كتير طلع شكلها حلو وكتير عطت نتيجة منيحة وإيجابية، لأنه قلنا الأوركيد بتحب أنها تكون متجمعة مع بعض. فالفكرة هأرجع أعملها وجمع هالنبتين بسلة صغيرة مع هيدا الشبك اللي عادة منلاقيه مع الخضار لما نشتريه، وفي منه ألوان أنا حبيت هيدا اللون. الأوركيدتين هيدول اللي معي رح جمعهم ومنه حشوف شو وضعهم. رح ابدأ بأول وحدة، شيلها من إناءها الأمور تمام. الجذور صحية مثل ما شايفين، باستثناء هيدا الساق خلص عم ببلش يجف بعد ما خلصت الزهرة حنقصه. أدواتنا دائما معقمة وكل شي نظيف، هشيله من هون. شوفوا في جذور جديدة عم تطلع من القاعدة من تحت ومن الجهة الثانية كمان. أولا لسه نتوء يدوب واضح يعني، فالحمد لله الأمور تمام. هاي الزهرة بعدها منيحة والساق صحي، وفي هون بآخره كأنه برعم لزهرة جديدة منخلي. فهيدا ما محتاج أي تقليم أي شيء، أموره كتير تمام. حشوف الثانية، إناء مزروع بالركيزة العادية وإناء بحصى الصلصال، مش مشكلة هنخلطهم مع بعض. وحط على وشه كنت شوية طحالب. كمان الأمور تمام، في نموات لجذور جديدة ولسه مستمرة القاعدة عم بتطلع الحمد لله كله تمام. هيدي حقصة لأنه أنا بالمرة بنظف وبشوف شو اللي بده وشو اللي ما بده. الأمور تمام، ما محتاجة أبدا أكتر من هيك. حأبدأ حط طبقة من الركيزة قبل ما حط النبتين اللي قلنا بدنا نزرعهم مع بعض. خلينا نعطيهم شكل يكونوا مرتبين قبل ما نحط الركيزة كلها. خلي الجذور تتشابك من تحت، كتير هيك الأوركيد بتكون مقصوطة لتاخد رطوبة من بعض. بلش وزع. هاي الزهرة قلنا إلى مدة وبعدها تجف وبتهر لحالها.
هحطها بهيدا الشبك شكلها حلو. هارجع حط كمان مغكيزة. وهيدا الشكل طلعنا فيه مقبول كتير وحلو، ولا شو رأيكم؟ بقيت الركيزة ما احتجناها، خليها لبعدين. مع الايام وارد اني انقلها لسلة اكبر. هحطها بهيدا الصحن، زينوا بهالكريس الات الحلوين، الوانهم كتير كتير مناسبة القصيص اللي طلعنا فيه. وبحط سلتنا الأمورة الحلوة بهيدا الشكل. هعطيها شوية مي لا تتسرب تنزل تحت، انا بدي اياها تكون تحت بقياني باسفل السلة لتاخد رطوبة من تحت. واعطوني رأيكم بالفكرة يا عشاء الأوركيد، وأنا أولكم. الحمد لله عندي هون ورقة جديدة عم تنمو، الأمور تمام. هأمسح وراقة تبقى نظيفة بهاللمعة الحلوة، ومنه بتاخد رطوبة وبتتنفس منيح. لما يكون في طبقة غبرة على الورقة هيدا الشي بيمنعها من انه تتنفس تبهو. ومثل ما بنعرف رح نحطها بعيدة عن أشعة الشمس، ولكن بمكان فيه إضاءة.